هو تقسيم معناها هذاك آليا يعني باعتبار عدد النقاط المسند لكل جمعية في 3 منفردة. نراهم أنه زوج جمعيات للأمانة معناها متوازنين. إن شاء الله نتفرجوا في برشا كورة معناها الأسماء نتاع الجمعيات كبيرة برشا ونعرفوا المستوى الفني معناها باش يكون متميز إن شاء الله. نهار الجمعة مشكلة باعتباره أنه احنا ماذا بينا أنه المقابلات تتلعب ليلا، هذا غير ممكن معناها في ظل تدهور البنية التحتية نتاعنا. نهار الجمعة هو خيار باعتباره أنه نعرفوا احنا تعيين المقابلات يتم اساسا بالتنسيق مع برشا متداخلين معناها الهياكل المتداخله سواء النيابه التخصصيه ولا حتى وزاره الداخليه ولا غيره. دونك باش نحاولوا انه نلقاو اتفاق مع القناه النقله انه تستحفظ على المقابله اللي باش يتم نقلها نهار الجمعه، ونحاولوا بقدر الامكان نبرمجوا المقابله الاخرى بالسبت ان شاء الله.